لا هندسه، انا بجد انا عايز اشكرك جدا جدا جدا. يعني انت، انا في الانترفيو وانا بجاوب عليك، لا انا بجد انا حاسس ان انا فارق بجد بجد. فانا يعني انا عايز اشكرك والله العظيم من اعماق القلوب، يعني بجد اقول لك ربنا يجازيك عنا خير. يعني انا عايز اقول لك وفق صابون اجرام بغير حساب، يعني ربنا يوفيك ويجازيك بكرمه، فكرم ربنا يبقى واسع يعني. فانا عايز اشكرك جدا جدا جدا. تاني هام، حلوة جدا التفاعل اللي اتعمل في الاخير، لان انا كنت تايه في ال HIMS دي بتاعت العلامات، وبين ال NFBE دي يعني انا مش فاهم دي ايه، بس ابتديت افهمها اكتر لما ابتدت الناس تخش تجاوب. لا طب دي ايه، طب دي ايه، طب حكايتها ايه. فانا بعد المذاكرة ان شاء الله تفضل ايه يعني تظبط اكتر، ولو في حاجة نشرحها مع بعضينا يعني. فلا ده كان مسج كان لازم ابعته لك، اشكرك فيه، ربنا يجازيك عنا خير ويديك من كرمه.